الجميع يفرح بالتخرج، فما بالك لو كان الخريج من أصحاب الهمة العالية. اليوم وفي الجامعة الإسلامية ومن مركز إرادة تحتفل بتخريج كوكبة من الخريجين من أصحاب الإصابات المسببة للإعاقة. احتفل مركز إرادة للتأهيل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للجامعة الإسلامية بغزة، احتفل باختتام مشروع التدريب المهني للأفراد من ذوي الإصابات المسببة للإعاقة في قطاع غزة، وذلك بتمويل من مؤسسة التعاون. تم تدريب 150 شاب وشابة من ذوي الإعاقة وفي مجالات متعددة. يعني أنا أتمنى أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى. الخريجين هم ما زالوا بحاجة إلى احتضان عبر مشاريع صغيرة يتم تمويلها من خلال مؤسسات، ما نحن نأمل أن يعني يتم جلب تمويل لهذه المشاريع. وهؤلاء هم أصلا من الفئات المهمشة في المجتمع وأكثر إلحاحا وأكثر حاجة لدعمهم من خلال إنشاء مشاريع صغيرة تدير دخل عليهم وعلى أسرهم. وجاء هذا المشروع بهدف تطوير قدرات الأفراد من ذوي الإصابات المسببة للإعاقة في قطاع غزة، بما يسهم في دمجهم وتحسين فرص عملهم، حيث خرج المشروع الطلبة في تخصصات مهنية مختلفة لإكسابهم المعارف والمهارات العلمية اللازمة. في مجال إرادة، وهو برنامج نفتخر ونعتز به بمؤسسة التعاون كونه يركز على عنصرين هامين. الأول هو إطلاق إبداعات الشباب والصبايا ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال التقني والمهني، واستنادنا ودعمنا لهذا المشروع يعتمد على إيماننا العميق بأننا نطلق هذا الإبداع من جميع الفئات لجميع الفئات. بدورهم أبدى الطلبة الخريجون بهجتهم بهذا التخرج، كما عبروا عن مدى استفادتهم من المشروع وكيف أنه عاد عليهم بالعلم والفائدة. وتأهلنا الحمد لله، والحين عندنا قدرات ان نفتح مشاريع ونكون قد ايش استفدنا من اللي تعلمناه من الإرادة. شعورنا ايش فوق الفرحة، يعني الحمد لله كل الشباب مبسوطين برغم الوجع اللي مرينا فيه في الفترة اللي فاتت من إصاباتنا والهاد، بس لكن الحمد لله لقيت في عندنا يعني أمل جديد انه نشتغل ونكمل حياتنا. طبعا اكيد حتكون فرحة كبيرة بالنسبة لي ان اتخرج اليوم واخذ شهادة أثبت فيها نجاحي في التعليم المهني. أنا كثير فرحانة بسبب حفل التخرج اليوم، أنا كثير يعني مبسوطة إنه أنا شفت صحباتي وكل الطالبات بتخرجوا مع بعض، استفدت كثير أشياء في مجال الخياطة، كان نفسي أطور من نفسي أكثر وأكثر، وإن شاء الله يعني بهذه الشهادة اللي إحنا حنحصل عليها بصير عندنا وظيفة عمل خاصة إن شاء الله. أنا فرحانة كثير بسبب التخرج، شكراً للجامعة الإسلامية لأنها أعطتنا فرصة نتعلم في مجال الخياطة كثير، وإن شاء الله مزيد من الطاقم الدوم إن شاء الله يا رب نتوفق ونصير عندنا فرصة عمل أكثر.